بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الدروس البسيطة وسهلة وسريعة، هذه المرة مع طريقة لحذف التطبيقات المستعصية ويصعب حذفها من الموبايل. كيف نقوم بذلك؟ بالذهاب مثلا سنشاهد مثال لتطبيق يرفض الحذف. أولا إلى بارامتر، ثم application تطبيقات. عند الدخول تظهر لك جميع التطبيقات الموجودة، منها الافتراضية والتي تم إضافتها. نضغط على التي تم إضافتها. كما تشاهدون هذا تطبيق في أوله الأول، فلا يظهر لا صورة ولا اسم وحجمه فقط. عند الضغط عليه لا يمكن مسح هذا التطبيق أو إيقافه بالقوة. الآن كيف يمكننا حذفه؟ فما علينا إلى الذهاب إلى خصائص أو الخيارات، ثم البحث عن Security أو عن هذه الأيقونة، يعني Security مكانها يختلف من جهاز إلى آخر. المهم أن الأيقونة متشابهة، فتضغط عليها ثم تذهب إلى خيارات أخرى أو خيارات أخرى للحماية أو Other Security، شيء من هذا القبيل. تضغط عليها ثم تبحث عن Administrator، Administrator de Préférique. ففي هذا المكان ستجد تلك التطبيقات المستعصية التي يصعب حذفها. كما تشاهدون هذا هو، لا يوجد صورة ولا اسم، فما علي إلا نزع الخيار. ثم العودة إلى التطبيقات مرة أخرى. نعود مرة إلى التطبيقات، مرة أخرى إلى التطبيقات، تطبيقات. الآن سنشاهد تلك التطبيق إن كان يمكن حذفه أو لا. هذا هو التطبيق. فالآن لدي إمكانية لإيقافه، فأقوم بإيقافه ثم حذفه تماما. كما قلت هذه الخيارات تختلف من جهاز إلى آخر. ثم بعد الانتهاء من هذه الخيارات تعود إلى هذا الخيار موجود مع سمارت مانجر مع سامسونج، وتقوم بالضغط على كلين أو نطوي أو تنظيف، يقوم بتنظيف بقايا التطبيقات الممسوحة. إذن إخوان كان هذا الدرس اليوم، شكرا للمتابعة وإلى الشرح القادم. سلام.